قال لي أنت شخص مؤهل وعندك خيارات كثيرة فكرية ثقافية عربية أفريقية إسلامية دولية واستثمارية ويمكنك أن تحصل كثيرا في هذه المجالات ما لك بالشأن السوداني السودان الآن صار ميؤوس منه فلا أمل فيه فانصرف عنه لهذه المجالات الأخرى قلت لهم والأسى يملأ جوانحي لا يمكن أن يكون موقفي من السودان موقف من يقول سلام عليها إن أرادت سلامنا فإن لم تريده فالسلام على الأخرى السودان أرض الجدود ومنبت الرزق مجال معزة لي ولا يمكن أن أفعل شيئا إلا في مصلحته مثل ما قال الشاعر حول علاقته بعزته وسعى إلي بعيب عزة نسوة جعل الإله خدودهن نعالا.